الحياة تعود مجددا في هذا المكان بعد أن تخلص من القيود الثقيلة التي فرضتها الحكومة بسبب تداعيات كورونا. وهنا تحركت المياه الراكدة بعد أن دخل قرار إعادة فتح بعض القطاعات حيز التنفيذ. الابتسامة تطفو على السطح من جديد رغم تعب الشهور الماضية التي تسببت بها الإغلاقات. احنا بنتفائل وبنحكي للحكومة انه احنا متخذين كل الإجراءات السلامة، وان شاء الله الله يجيب فيه الخير. حتى اللي مطعمين يعني، بس اللي احنا عم نشترط بس اللي مطعمين عم بيجوا. بس الوضع حقيقة ممتاز، ويعني بتشعر انه فعلا انه يعني الحدود اللي رسمتها الصحة يعني مأخوذ فيها بشكل ممتاز. فإحنا ماشيين بالإجراءات اللي مع الحكومة، إنه إحنا لازم يكون ماخذ فترة كورونا 21 يوم، ماخذ الجرعة الأولى. هذه القطاعات تتأرجح على ميزان كورونا ما بين فتح وإغلاق، وما بين شد الحكومة وجذب المواطن الذي ضاق ذرعا بالإجراءات التي أثقلت كاهله. شروط قاسية رافقت إعادة فتح هذه القطاعات في المرحلة الأولى ضمن الخطة الحكومية للعودة إلى الحياة الطبيعية، فلا يسمح لمن لا يملك شهادة التطعيم الدخول إليها وممارسة هوايته. استمرار فتح القطاعات مرهون بالحالة الوبائية تقول الحكومة.